أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل كشف الفخذ عورة أو ينكر على من أظهره للناس؟ نعم، العورة من بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، الركبة داخلة في العورة، فلا يجوز كشف الفخذ. وفي الحديث: لا تبرز فخذك، لا تبرز فخذك، فلا يجوز إبراز الفخذ، ولا تنظر إلى فخذ حي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الفخذ عورة بلا شك. نعم، اللي يقولون أنه ما هو بعورة قولهم مرجوح. نعم.